جلجل استني استني يا نسا جميل. حاسبي يا بابا حاسبي يا بابا، انت لسه مش حافظ الشقه كويس. انت بجد هتمشي وتسيب البيت؟ انا اسف حضرتك اللي قلت لي ابلغ. ايه ده انت مظبط كل حاجه من بدري وانا اخر من يعلم. بس ما كانش هتفرق كتير، وده اللي في الصالح وده اللي لازم يحصل. لو سمحت يا جلجل رد عليا، هو انت بجد هتمشي وتسيبني؟ اسيبك ده ايه يا ماما؟ انا هسيب البيت، هسيبك ده ايه؟ هنتقابل طول الوقت وبعد كده اروح ابات في حته انا وخلاص. عشان خاطري ما تسيبنيش. اسيبك ايه؟ جميله حبيبه عمو، انت ليه النهارده متعبطيش؟ ليه يعني؟ يعني ايه اسيبك؟ هو انت ما شفتيش بعينيك انك انت دلوقتي بقيتي اقرب حد ليا في الدنيا كلها؟ شفت ده بعينيك ولا لا؟ انا دلوقتي مش عمك بس، انا عمك وابوكي وجدك، يعني انا الحلواني الكبير واولاده كلهم. ايه رايك بقى؟ وبعدين انا مش بس العواجيز، انا كمان ابن عمك جلجل، صح ولا لا؟ وانا بقول لك انا دلوقتي يعني يرضيكي كده كاخ اصغر يعني. يا املا جميله، عايش عواطلي؟ ينفع كده؟ انا عايش عواطلي وانا بشتغل من عندي 15 سنه، لازم انزل ادور على شغله، الحاجه الوحيده اللي هتخليني اقف على رجلي واقاوم العجز. وانت كمان لازم تتعلمي حاجات وتتدربي على حاجات تفيدك بعد كده. بس كل يوم احنا الصبح ننزل كلنا نكسر في العجز والياس والحاجات، وده بعد كده على المغربيه ناكل وكل واحد يروح. بس انا معاك في كل الكلام اللي انت بتقوله ده، بس عشان خاطري ما تمشيش غير لما هو يرجع. انا مش فاهمه فعلا انت سايب البيت ليه يعني؟ وكل واحد فينا في اوضته وفي حاله وخلاص. يا امي عشان خاطري بقى خليك معايا. حبيبتي انا معاكي، انا هفضل معاكي على طول. احنا على طول هنبقى دايما مع بعض. لا على العموم انا مش هقعد هنا كتير، وهدور على مكان في اسرع وقت. يوم ايه الكلام الفارغ ده؟ ده بيت الحلواني، بيتكم، بيت جميل الحلواني. وانت نفسك بقى بقيت حلوانيه برضه بتروح. ساعه تمينا تقيل على قلب بعض، بس عادي عندك جد ادينا اخواته. طب ما هو فعلا ما هو بيتنا كلنا وبيتك انت كمان، خليك بقى معايا. انا معاك حبيبتي، دايما هتشوف بعض دايما. جميله حبيبتي، ايه العين اللي بتشوف؟ عين القلب. اشكرك. يلا شوفوا شوفوا خير. البتاع العجله اللي في الشنطه دي ايه اللي بوظها كده؟ تعالي ادخلك تنام يا حبيبتي عشان عندي مشوار ولازم انزل. ماشي. وكلنا هنزل الزنقه المنيله بنيله دي.